السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في أول فيديو في سلسلة الدورة التأهيلية لعلم التشريح. إن شاء الله النهاردة نتكلم على أول حاجة في موضوع التشريح ده، إزاي نتعامل مع كتاب التشريح، يعني أول إزاي أتعامل مع مادة التشريح دي. لو قدامي حاجة معينة خاصة بالتشريح أتعامل معها إزاي، أتكلم عنها إزاي. في شوية مفاتيح وكلمات معينة لو اتعلمناها كويس وحفظناها كويس هنعرف نتعامل مع المادة دي. أول حاجة تخص الموضوع ده، إزاي أدرس الجسم، إيه الوضع اللي هحط الجسم فيه عشان أعرف أدرسه تشريحيا. تمام، يعني الجسم ده هيبقى نايم على جنبه مثلا، نايم على وشه ولا إيه نظامه، يعني تمام كده واقف قاعد، العظم شكله عامل إزاي، مترتب إزاي، واحد مثلا مربع إيديه. فأنا عايز أحط الجسم ده في وضع معين بحيث أبدأ إيه أدرسه تشريحيا، فين قدام فين ورا فين فوق فين تحت فين اليمين فين الشمال وهكذا. الوضع ده اسمه ايه؟ اسمه الوضع التشريحي. الوضع التشريحي لجسم الانسان، الوضع التشريحي لجسم الانسان. كلمه تشريح يعني اناتومي، ليها علاقه بالتشريح، يبقى اناتوميكال. طب انا عايز اعرض دلوقتي حاجه اسمها اناتوميكال بوزيشن. اناتوميكال بوزيشن، ايه الاناتوميكال بوزيشن او ايه الوضع التشريحي لجسم الانسان؟ بصوا معايا دلوقتي، لو جينا نبص على الشخص اللي قدامنا ده، طبعا في بقى هقول لكم حاجه، يعني الكلمات الانجليزي اللي عندنا هنا مثلا دي اسمها اي، فيها مشكله، هاند، اي هاند. نبص على الصوره اللي معانا كده، هاند، ارم، يعني ده كده اسمه ارم، ماشي. طيب هاند ماشي، دي ليج، الرجلين اهي تحت. هنا الاي، في اي مشاكل؟ تعال ندرس الجسم ده. هو ده اللي قدامكم، المنظر ده كده، ده اسمه الوضع التشريحي لجسم الانسان. الوضع التشريحي لجسم الانسان عامل ازاي؟ بصوا، انا اول حاجه الجسم مفروض، صح كده؟ الراجل ده او الشخص ده واقف وجسمه مفروض، مش شرط يكون واقف، ممكن قاعد على ظهره بس جسمه مفروض برضه، هي تمام. بس هنتعامل ان هو واقف دلوقتي، شخص حقيقي دلوقتي واقف قدامنا اهو، واقف وجسمه مفروض. جسم مفروض دي معناها اريكت، ذا بيرسون ستاندنج، ها ماله ايه ذا ستاندنج، ايه اريكت، مفروض. حاجه تانية، دراعاته اخبارها ايه؟ تاني دراعه مثلا مربع ايديه مثلا، لا دراعه مفروض. الارمز مالهم بقى؟ ار ستريت. طب ستريت بقى يعني مطوحهم جنبه ولا منزلهم جنب جسمه كده، مدلدلهم جنب جسمه كده؟ الارم ستريت باي سايدز، يعني ايه باي سايد؟ على جوانب الايه؟ على جوانب الجسم. حاجه تانية، تيجي تبص على عينيه، بص لقدام صح كده، اي لوكينج فورورد، الايز مالها ايه؟ لوكينج ايه؟ فورورد. طيب حاجه تانية، ايده، اما يجي بص على الايد يا اخوانا، الحته دي شايفينها؟ ده كف الايد اهو، ده الايد كده قدام وكده ورا، ده اسمه بالم، ده اسمه ليها البالم، يعني ده اسمه، دي كلها بعض اسمها هاند، وده اسمه البالم بتاع الهاند، ده اسمه كده البالم اوف ايه؟ اوف هاند. فنيجي نبص هنا في الصوره دي، ده اسمه بالم. البالم كده في الشخص اللي واقف ده قدام ولا ورا؟ ناحيه قدام. فالبالمز مالهم فيسنج ايه؟ فيسنج فورورد. طيب رجليه، واقف مثلا فاتح رجليه ولا قافل رجليه على بعضها؟ الليجز مالهم ار كلوزد ايه؟ توجذر، مقفولين على بعضهم. يبقى انا دلوقتي بص معايا، في حاجتين مفروضين في الوضع التشريح، الجسم كله مفروض، البيرسون مالهم ستاندنج اريكت، والارمز ستريت. خلصنا كده، اثنين مفروضين، في اثنين باصين لقدام، ايه اللي باصين لقدام؟ الاي والبالم بتاع الهاند باصين لقدام، ماشي. طيب الرجلين قافله على بعضها، كلوزد ايه؟ together. في الوضع ده العظم كله مفروض، مترتب جنب بعض بطريقه منظمه، اقدر في الوضع ده ادرس بقى فين قدام فين ورا فين فوق فين تحت. يعني حتى لو جينا نبص على الهيكل العظمي نفسه عامل ازاي، بصوا المنظر هنا اهو، بصوا يعني دايما بصوا، اقول لكم عايز اقول لكم حاجه في الاطار التشريحيه او في الكتب الصور التشريحيه، يعني عموما يعني اما بيجي حتى يحط اي صوره في الاطلس ده، بيحط الهيكل العظمي فين او الجثه اللي بيصورها فين؟ في الوضع التشريحي. يعني بص معايا كده، ده مكان العينين، بص لقدام اهي شايفين عامله ازاي. الارم مالهم مفرودين على الايه؟ على الجوانب كده. ده منطقه الهاند، العظم بتاعها شو المنظر عامل ازاي؟ البالم ناحيه قدام، يعني بصوا كده المنظر اهو. تيجي تبص على رجليه مالها؟ قريبه من بعضها، كلوزد ايه؟ توجذر. تمام، ده بالنسبه للوضع التشريحي لجسم الانسان، العظم كله مترتب جنب بعض ومفيش اي مشاكل، مفيش عظمه لافه قدام الثانيه، تمام؟ ما في الارم ما يجيش قدام مثلا قدام الايه؟ البطن مثلا، مفيش الكلام ده خالص، ده اسمه اناتوميكال بوزيشن. طيب ده اول معلومه خاصه بالايه؟ بالتشريح، يبقى انا عرفت ان في حاجه اسمها ايه؟ اناتوميكال بوزيشن، تمام. ده ممكن يجي يسال لوحده، ايه هو الاناتوميكال بوزيشن؟ تمام، اثنين مفرودين، الجسم والدراعات،
اتنين باصين لقدام، العينين والبالم بتاع مين؟ بالم بتاع مين؟ بتاع الهاند، مش كده؟ تمام. والرجلين مالها كلوزد ايه توجذر. طيب حاجه ثانيه، لما نيجي نبص بقى على الايه، في موضوع ثاني اناتوميكال بلينز، الجسم ده عايز اقطعه، يا ساتر يا رب. هنقطعه ازاي؟ في مستويات. ايه المستويات اللي بنقطع عندها الجسم دي؟ ماشي، او ايه انواع، بمعنى اخر يعني في الطب يعني ايه انواع المقاطع اللي اقطع بيها الجسم ده؟ تسمع عن حاجه اسمها اشعه مقطعيه؟ تمام. في حاجه ممكن اقطع بالعرض، ممكن اقطع بالطول، ماشي تمام. فاحنا المقاطع اللي عندنا كالاتي، يا اما نقطع بالعرض يا نقطع بالطول، ماشي. في مقاطع بالطول ومقاطع بالايه بالعرض. ايه المقاطع الطوليه وايه المقاطع الايه العرضيه؟ بص معايا، لما نيجي نشوف مع بعض الموضوع البلينز ده او المقاطع اللي انا هقطع بيها الجسم او اقطع فيها الجسم، يعني بتنقسم الى ثلاث اشكال. ثلاث اشكال. ايوه بص بقى، نبص على الصوره دي مع بعض كده. ده كده مقطع كلمه اولا نتفق، كلمه عمودي معناها فيرتيكال، فيرتيكال افقي معناها هوريزونتال. يبقى انا عندي فيه معنيين، في حاجه اسمها عمودي فيرتيكال، وفي حاجه اسمها افقي هوريزونتال. تمام، فيرتيكال وفي حاجه اسمها هوريزونتال. طيب دلوقتي لما نيجي نقطع الجسم، اقطعه ازاي او اخد مقاطع في الجسم، مقاطع تشريحيه في جسم الانسان، يا اما المقاطع دي هتكون عموديه او هتكون ايه افقيه. تعال نشوف مع بعض كده عموديه ازاي. بص اول صوره، ده مقطع او ده مستوى عمودي اهو بيعدي بالجسم، صح كده؟ ده مستوى عمودي بيعدي بالجسم، عمودي اهو، صح؟ ده مستوى افقي، يبقى انا عندي فيه مستويات عموديه، دول اللي هو المستوى ده والمستوى ده، ماشي، وفي مستويات افقيه اللي هو ده. طيب المستوى العمودي ده بيعدي منين؟ جاي من قدام لورا، صح مش كده؟ يعني هو اذا كنت جايب سكينه كده وداخل كده في الجسم كده من قدام لورا، من الفرنت للباك. طب المستوى ده برضه عمودي، صح؟ بس جاي منين؟ ها، من ليفت للرايت او من رايت لليفت، ايا كان. يعني مثلا لو هنا دي الناحيه اليمين والناحيه الشمال، جايه من الرايت رايحه فين؟ ها، على الليفت، من اول هنا لغايه هنا. ده جاي من قدام رايحه لورا، من الفرنت للايه؟ للباك، ماشي. طيب يبقى ده مستويات ايه؟ عموديه، وده مستوى ايه؟ افقي. فلما تيجي تقطع الجسم، يا اما تقطعه بالمنظر ده، يا اما تقطعه بالمنظر ده، يا اما تقطعه بالشكل ده. طب ايه المصطلحات اللي تحت؟ تعالى نتفرج كده ونشوف. لو المستوى ده بيقطع الجسم، او بص معايا ازاي، بيعدي منين؟ ها، من قدام لورا، صح كده؟ وهيقسم الجسم جزئين، ليفت ورايت، او يمين وايه وشمال. ده بنسميه ساجيتال، اسمه اخوانا ها، ساجيتال ايه؟ ساجيتال بلين. طيب او في المقاطع كلمه بلين مستوى، طب المقطع كلمه مقطع يعني سيكشن، فبنسميه ساجيتال سيكشن، ماشي. لو هقطع جسم بالشكل ده، تعالى هنفرج على عامله ازاي. بص هنا، لو انا عندي الايه الشكل ده، ادي واحد واقف، واحد واقف اهو في الوضع التشريحي بتاع الجسم اهو، تمام. دلوقتي انا هعمل ازاي؟ انا عايز اقطع الجسم ده، هقطعه ازاي؟ عايز اقطعه كده، يعني هعمل خط كده هنا، شايفين منظر؟ رحت معلم الواحد بالمنظر ده كده، قلت له بص عايز اخد مقطع في المنظر ده كده. طب المقطع ده عامل ازاي؟ قال لي هو معدي من قدام لورا، يعني في الجسم جاي من الجسم، اقطع بص من هنا قدام وهنا ورا، صح كده؟ الفرنت وكده الباك، فهجيب سكينه واقطع كده، او المقطع هيعدي كده من الفرنت للايه؟ للباك، من الفرنت للباك. وهيقسم الجسم ازاي؟ الى ليفت ورايت، ناحيه ليفت وناحيه ايه؟ وناحيه رايت، ماشي. يعني حتى لو جينا نقطع بقى كجثه بقى قدامنا، بنقطعها كده بتعمل كده، بصوا بالمنظر ده كده اهو، حلو. فالمقطع اللي قدامنا ده اسمه ايه؟ اسمه ساجيتال بلين، اسمه اخوانا ايه؟ ساجيتال بلين. يبقى ساجيتال بلين عمودي فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ فيرتيكال. بيعدي منين لفين؟ من الفرنت للباك. بيقسم الجسم لايه؟ لليفت ورايت. يبقى تاني كده، ساجيتال بلين ده اول حاجه كنا نتكلم عنها، نقرا كده مع بعض. Imagine، تخيل a vertical plane، مستوى عمودي، that run through your body، بيمشي من خلال ايه جسمك، من اللي فين؟ من الفرنت للباك، جاي من قدام لايه؟ لورا، زي ما قلنا من قدام لغايه ايه؟ ورا. و this plane divide the body into ايه؟ بيقسم جسم الايه؟ الى right and left ايه regions. السجيتال بي ديفايد البادي الى ليفت وايه ورايت، وبيعدي من اللي فين؟ من الفرنت للايه؟ مش بيقسمه لفرنت وباك، لا، ده بيعدي من الفرنت للايه؟ للباك، وبيقسم الجسم لليفت وايه؟ لليفت ورايت. تمام. والسجيتال ده فيرتيكال ايه؟ فيرتيكال بلين. في معلومه ثانيه بقى، بص بقى، خاصه برضو بموضوع الايه؟ السجيتال ده، ايه هي؟ دلوقتي في السجيتال بلين، بص معايا هنا. لو انا جيت قطعت في النص بالظبط، يعني لو انا مثلا قلت لواحد ايه؟ انا عايز اخد مقطع في الحته دي، بصوا هنا كده.
في المنطقة دي كده، تمام؟ ده كده في النص بالظبط، صح كده؟ تمام ماشي. المقطع ده ايه؟ او البلين ده ايه؟ ها ساجيتال، ساجيتال ايه؟ بلين، تمام؟ طب ماشي. طب ايه رأيكم مثلا حاجة زي كده؟ هنا مثلا هقطع كده، نسميه برضو ده فيرتيكال بلين، صح؟ ده مستوى ايه؟ عمودي، تمام؟ اسمه ايه برضو؟ ساجيتال. طب ما هو كده في فرق من الاثنين، في يعني في ده ساجيتال صح؟ وده ساجيتال معايا. طب ايه الفرق بينهم؟ برضو بيعدي من قدام لورا، يعني انا يا اما اقطع هنا ساجيتال او قطعت كده برضو ايه؟ ساجيتال، برضو هيعدي من قدام لورا، وده برضو هيعدي من قدام لورا، وهيقسم الجسم او هيفصل جسم الليفت وايه؟ ورايت بارت، او جزء يمين وجزء ايه؟ او جزء شمال وجزء يمين، تمام؟ طيب يعني دلوقتي اتعامل معاهم ازاي واسميهم ايه بقى دلوقتي؟ بصوا، في عندي نوعين من الساجيتال، في ساجيتال بلين بيعدي في النص بالظبط، ماشي؟ ده بنسميه ميد ساجيتال بلين، اسمه يا اخوانا ايه؟ ميد ساجيتال بلين، يعني الساجيتال بلين في المنتصف تماما. طيب فالميد ساجيتال بلين، الميد ساجيتال بلين، تمام؟ ده فيرتيكال بلين ولا مش فيرتيكال؟ فيرتيكال صح؟ جاي من قدام لورا ولا من قدام لورا؟ بيقسم الجسم ليه؟ ليفت ورايت، بس متساويين، ليفت ورايت بس ايكوال. يعني ايه كلمه ايكوال؟ ايكوال ليفت اند رايت بارتس، تمام؟ يبقى الميد ساجيتال بلين ده فيرتيكال بلين وماشي من قدام لورا، نفس الكلام الساجيتال قلنا من شويه، تمام؟ وبيقسم الجسم ليه؟ لايكوال ليفت اند رايت ايه؟ اند رايت بارتس، ايكوال، خلي بالكم دي ايكوال ليفت ورايت وايه بارتس. ساعات بنسميه ميديان بلين، ماشي؟ ساعات بنسميه ايه؟ ميديان او في النص بالظبط، تمام؟ يعني بصوا كده المنظر هنا، في عندنا حاجه اسمها ميديان او ميد ساجيتال بلين، ميديان او ايه؟ او ميد ساجيتال. ميديان دي هنا في المنتصف بالظبط، في خط المنتصف بتاع الجسم، ده عباره عن ساجيتال بلين عادي جدا، ذات ديفايد ذا بادي انتو ايكوال رايت اند ليفت ايه ريجونز، ايكوال، عشان لو جيت لكم في ام سي كيو ولا حاجه، ايكوال الميد ساجيتال ايكوال ليفت ورايت ايه ورايت بارتس، تمام؟ يبقى ده الميديان بلين او الميد ساجيتال بلين، ده عباره عن ساجيتال بلين عادي، ساجيتال بلين عادي جدا، معدي من قدام لورا، وبيقسم الجسم الايكوال ليفت ورايت ايه ورايت بارتس، تمام؟ طيب الناس برضو بتسال ايه اللي في ايدي ده؟ عشان التابلت بس اللي برسم بيه، ما فيهاش حاجه يعني، مش متعور ولا حاجه يعني. طيب حاجه ثانيه، نيجي نبص على ده، ده خط المنتصف بتاع الجسم ده، او اسمه الميد لاين يعني، تمام؟ او الميديان بلين بتاعنا، تمام؟ انا عملت مستوى زي ده ساجيتال برضو، صح كده؟ ساجيتال، وهيقسم الجسم لو انا قطعت كده، بصوا اهو، لو انا قطعت ده كده عادي، ما هو كده ليفت برضو وكده ايه رايت، صح كده؟ بس ان ايكوال، صح كده؟ فقال لك بنسميه ايه؟ البارا الموازي للميديان بلين، يعني بارا ساجيتال، اسمه اخوانا بارا او بارالل ساجيتال بلين، الساجيتال بلين البارالل الموازي للايه؟ للميديان ايه؟ للميديان بلين، ماشي؟ فسموه بارا ساجيتال، فالبارا ساجيتال بلين ده فيرتيكال بلين عادي جدا، ماشي؟ وبيقسم الجسم الليفت ورايت، صح؟ بس ايه؟ ان ايكوال، ان ايكوال، يبقى البارا ساجيتال بلين ده ساجيتال بلين، ساجيتال ايه؟ بلين، ديفايد ذا بادي انتو ايه؟ ان ايكوال ليفت اند ايه؟ اند رايت، ان ايكوال، انما الميد ساجيتال كان ايه؟ ساجيتال كان ايه؟ كان ايكوال ليفت ورايت وايه؟ ورايت بارتس، يبقى انا خلي بالي من الموضوع كده، هنا ليفت ورايت بس ايكوال، ده اسمه ميد ساجيتال، طب ليفت ورايت ان ايكوال، يبقى ده اسمه بارا او بارالل ساجيتال ايه؟ بلين. فنقرا كده مع بعض، بص المنظر، البارا ساجيتال بلين، ماشي؟ ده عباره عن ساجيتال بلين، ده ديفايد ذا بادي انتو ايه بقى؟ ان ايكوال رايت اند ايه اند ليفت ريجونز، ده بالنسبه للايه؟ لاول بلين عندنا اللي هو الساجيتال بلين، عرفت ان في حاجه اسمها ميد ساجيتال وفي حاجه اسمها بارا ايه؟ بارا ساجيتال بلين. هنروح على بلين تاني، تمام؟ مهمه برضو، تمام؟ لو واحد واقف بين الجنب بالجنب اهو، طبعا كده فرانت وكده باك، ده الفرنت والايه والباك، هنعمل ايه؟ هقطع الجسم ده بطريقه غريبه قوي، بصوا كده بالمنظر ده، ايه ده؟ انا قطعت الجسم دلوقتي او البلين اللي قطع الجسم ده قسمه الى فرنت وباك،
يعني رحت جايب سكينه او مستوى كده عدى بالمنظر ده كده كده ماشي. فالبلين ده جايب فروم سايد تو سايد صح كده، من ليفت للرايت بقى مرات ليفت ايا كان كده ماشي ازاي، فروم سايد تو سايد عمودي فيرتيكال ماشي، فروم سايد تو سايد، واقسم الجسم لايه قدام وورا، يبقى في عندي بلين فيرتيكال برضو صح، بيعدي فروم سايد تو سايد ماشي من هنا لهنا معايا من جنب للجنب، وبعد بيقسم الجسم لايه، ها جزء قدام وجزء ورا، ده اسمه كورونال، اسمه اخوانا ها كورونال بلين. يبقى انا عندي فيه بلين تاني اهو اسمه كورونال بلين، كورونال دي برضو صوره فوقها لو انت هتتفرج عليها دي شايفين عامله زي ده اه، جاي فروم ليفت تو رايت او رايت ليفت ماشي، او فروم سايد تو سايد من الجنب للايه للجنب، ده فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ فيرتيكال برضو صح كده. طب ده فيرتيكال ولا هوريزونتال؟ ده فيرتيكال بس ده كان اسمه فاكرين ساجيتال، ده اسمه ها كورونال تمام. يبقى ده فيرتيكال بلين ران فروم ها runs from side to side divide the body into front and back. او تاني نقرا مع بعض كده نشوف، ده اسمه كورونال بلين. يبقى الكورونال بلين ده عباره عن فيرتيكال بلين، مهم قوي دي فيرتيكال بلين ماشي، from side to side من الجنب للايه للجنب. This plane divide the body into front and a and back، بيقسم الجسم للفرونت وايه فرونت وباك. طبعا كلمه بقى ايه يعني انتيريور يعني بوستيريور دي بقى ان شاء الله نتكلم عنها في الايه في الفيديو الجاي، المصطلحات التشريحيه اللي احنا بنستعملها يعني ايه قدام ويعني ايه ورا ويعني فوق وتحت. يبقى تاني كده الكورونال بلين ده فيرتيكال بلين ماشي من اللي فين فروم سايد تو سايد خلاص كده، بيقسم الجسم لايه الفرونت وايه فرونت وباك. طب ايه رايك لو احنا قسمنا الجسم نصين؟ بس طبعا كلمه ميد كورون دي صعبه شويه يعني ايه، مهما قسمت الجسم قدام ورا ماشي الحاجات اللي قدام غير اللي ورا تمام، فلو اتخيلت ككميه النص اللي قدام قد النص اللي ورا فنسميه ميد كورونال، اسمه اخوانا ايه ميد كورونال يعني في النص بالظبط، قاسم الجسم اللي قدام ورا قد بعض الكتلتين قد بعض، انما الحاجات اللي قدام مش زي الحاجات اللي ورا، مش زي مثلا الساجيتال، لو انا قطعت مثلا ساجيتال كده هنا زي هنا ماشي، اللي هو الميد ساجيتال ايه بلين. فكورونال عموما فيرتيكال، فيرتيكال بلين فروم سايد تو سايد وي ديفايد ذا بادي انتو انتيريور فرونت اند ايه اند باك. خلي كلمه انتيرو وبوستيرو دي لما نتكلم في المصطلحات الايه التشريحيه تمام. طيب ده بالنسبه للايه للكورونال بلين. فاضل بقى مستوى واحد ماشي، ده عباره عن ايه، بص معايا كده هوريزونتال بلين ده عامل ازاي، عامل كده قطعتها بالعرض مش مستوى بيعدي بالايه بالعرض تمام. الهوريزونتال بلين ده تمام، ده او البلين اللي ماشي بالعرض اسمه هوريزونتال الترانزفيرس او هوريزونتال بلين، اسمه كده هوريزونتال ماشي بلين بنسميه ترانزفيرس بلين. الترانزفيرس بلين ده هوريزونتال بلين وبيديفايد ذا بادي انتو ها ابر بارت ولور بارت، بيقسم جسمي ليها لابر بارت ولور بارت. فدلوقتي تعالوا مع بعض ايه نجمع اللي احنا قلناهم، المستويات اللي احنا قلناها دي او البلينز اللي احنا قلناها او المقاطع اللي احنا اتكلمنا عنها. دلوقتي في عندنا اناتوميكال بلينز تاني عشان بس دلوقتي عايز ايه انا اتكلم مع بعض تطبيقات الكلام ده فين في حياتنا العمليه. في عندنا فيرتيكال هوريزونتال، يعني في عندنا مستويات عموديه وفي مستويات ايه افقيه هوريزونتال تمام. بالنسبه للفيرتيكال كان في منه نوعين، واحد ماشي من قدام لورا فروم فرونت تو باك وبيقسم الجسم الليفت وايه ورايت. طب بص هنتكلم على التقسيمات، يعني كان الفيرتيكال في منه ايه اثنين، في بيقسم ليفت ورايت ليفت ورايت ماشي، وفي فيرتيكال بيقسم الجسم الفرونت وباك فرونت وباك تمام. هوريزونتال ده بيقسم الجسم ازاي، ها ابر ولور ماشي ابر اند لور. الهوريزونتال ده طيب اللي كان بيقسم الجسم ليفت ورايت سميناه ساجيتال، اللي كان بيقسم الجسم فرونت وباك سميناه كورونال،
اللي كان بيقسم الجسم الابر واللور سميناه ترانزفيرس. وجينا بقى على الساجيتال ده قلنا ان لو الساجيتال بيقسم الجسم الايكوال ليفت ورايت يبقى اسمه ميد ساجيتال، لو الساجيتال ده بيقسم الجسم الان ايكوال غير متساوي يعني ليفت ورايت يبقى اسمه بارا ايه بارا ساجيتال. يعني في ميد ساجيتال وفي بارا ساجيتال ايه بارا ساجيتال بلين. طيب الكلام ده بنستخدمه في حياتنا العمليه دلوقتي، هنعمل ايه بالبلينز دي كلها الساجيتال ومش كورونا وبتاع، هنعمل بيهم ايه؟ تمام تعالى نتفرج كده ونشوف. يعني لو جينا مثلا في حاجه زي كده، بص الصوره دي عامله ازاي، دي مثلا نوع من الاشعاعات اهي كويس، تتوقع ده يكون ايه؟ ماشي ده ساجيتال ولا كورونال ولا ترانزفيرس، ايه رايكم؟ يعني دي نوع من الاشعاعات المقطعيه كويس. ها كده احنا قاطعين اهو، ده نص الجسم الانهي دي كده قدام وكده ورا صح كده، يبقى ده ها ساجيتال، ده ساجيتال. بص عامل ازاي منظر، انا جيت في النص قطعت كده وبصيت من الجنب، ده اسمه ايه ها ساجيتال، شلت احد النصين دول وبص من الجنب هنا كده. طب تعال نبص على ده، ده قطع ازاي؟ قطع كده كورونال، هي دي من اشعاعات بس كورونال. هنا مثلا بصوا دي عامله ازاي، دي كلها ترانزفيرس بس دي بيسموها اشعه مقطع المخ. شو المنظر عامل ازاي، ده مقطع الثاني الثالث الرابع الخامس، كتير جدا. بنقعد ناخد مقطع على مستويات معينه، كل نص سنتي مثلا مقطع 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 عليه، بحيث لو في ورم في اي نزيف في اي حاجه بتبان في اي مقطع من المقاطع. ما ينفعش اعمل حاجه اسمها اشعه مقطع المخ سكشن واحد بس كده، طبعا ماشي باخد ايه كذا مقطع ورا بعض، 1 2 3 4 وفي مسافات بينهم سنتي او نص سنتي من كل ايه مقطع وليه والتاني، بحيث اي حاجه او اي اصابه موجوده تبان في خلال ايه اي مقطع من المقاطع دي. زي ما احنا شايفين كده، بص المنظر الصوره عامل ازاي، دي بقى اللي احنا المشهوره قوي اسمها الاشعه الايه المقطعيه، دي كلها نوع من ايه من المقاطع اسمها ترانزفيرس ايه، بنقطع في حاجه اسمها ترانزفيرس بلينز. برضه هوريكم او في هوريزونتال ايه بلينز، برضه هوريكم حاجه ثانيه برضه هنا نتفرج على المقاطع بقى ايه بمجسم. يعني بص المنظر، يعني مثلا لو جينا على صوره زي دي، بصوا كده الشكل ده، نرجع لها تاني عشان برضه تشوفوها كانت عامله ازاي، حاجه زي كده. احنا كده باصين منين؟ من قدام. بص بيتقطع ازاي، ايه رايكم المقطع ده ايه؟ كورونال. بص المنظر عامل ازاي، قاطعين كورونال. نرجعها تاني نتفرجوا عليها تشوفوها عامله ازاي دي. بصوا من الجنب كده، دي كورونال ماشي. طب نشوف حاجه تانية، بصوا هنا مثلا ده ايه ده ساجيتال، ده اسمه ايه ها ساجيتال، اه شايف شكله عامل ازاي. طبعا في الاشعه بيبان بس الحته دي، طبعا مش بنقطعه مش بنخرطه في الاشعه، يعني الجهاز نفسه بياخد صور على مقاطع معينه ماشي، ده اسمه ايه ها ساجيتال. طيب نيجي مثلا على حاجة زي كده، مثلا بصوا هنا مثلا الرأس هنا مثلا اهي، شوفوا المنظر ده، دي سهلة دي، ده ايه ده؟ ده ترانزفيرس ايه؟ ترانزفيرس سكشن. مش شرط في الرأس بس على فكرة، يعني ممكن في أجزاء تانية، يعني ممكن مثلا ايه هنا مثلا الجسم اهو هنقطع كده، ده ايه ده؟ ده ترانزفيرس، ده ترانزفيرس ايه؟ سكشن تمام؟ أو بنقطع في ترانزفيرس بلين، يعني بنقطع في ترانزفيرس ايه بلين. يعني دي كانت معلومات بسيطة كده عن الايه عن ال anatomical position والاناتوميكال بلينز، اتمنى تكونوا فهمتوها، والى اللقاء في فيديو قادم ان شاء الله مع المصطلحات التشريحيه، ازاي بقى نتعامل فين قدام فين ورا فين فوق فين تحت، والحركات الخاصه طبعا بالدراع والرجل وحركات الجسم عموما. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.